1.7% هي النسبة التي صوت عليها مجلس النواب بالأغلبية البسيطة في جلسة الاثنين ضمن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية كقاسم انتخابي لاحتساب الأصوات وتحديد عدد المقاعد في الحكومات المحلية المقبلة. هذه النسبة التي تمثل مقترح الحكومة أثارت تحفظا ورفضا من بعض الكتل والتيارات وممثلي الأقليات، معتبرين أن تصب في صالح الكتل الكبيرة فقط. نرفض هذا العدد لأننا نعتقد أنه سيسلب الكتل الصغيرة والأقليات حقها في التمثيل، ومشروع سماحة القائد السيد مقتدى الصدر الذي قدمه إلى الأمم المتحدة والذي قدمه إلى الرئاسات الثلاث كان يطمح فيه ويأمل أن تصبح هناك مشاركة كبيرة من قبل أبناء الشعب العراقي. هنالك دكتاتورية أغلبية باسم الديمقراطية الأغلبية، وعليه يجب أن يعي الشعب العراقي أن هنالك مؤامرة كبيرة على الشعب العراقي وعلى ضد إرادة الشعب العراقي. فيما أكد نواب عن ائتلاف دولة القانون أن التوافقات السياسية هي التي دفعت المجلس إلى التنازل وتخفيض النسبة السابقة التي صوت عليها سلفا وكانت تحدد التمثيل الانتخابي بنسبة 1.9%. لا مبرر ولا حجة لمن يريد أن يطعن ب 1.7 لأنه جرى وفق النظام الداخلي ولم يكن فيه خرق للدستور. بالعكس، أصلا 1.9 كان جايب أعلى من 1.7، ولكن تم التنازل عن 1.9 من أجل التوافق السياسي. وقد أرجى المجلس التصويت على المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بمحافظة كركوك والفقرة التي تتعلق باستمرار عمل الحكومات المحلية الحالية لمدة عام بعد تصويت المجلس على دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية العامة. المادة 37 طبعا كانت حاضرة ولا يزال الخلاف موجود بين المكونات الثلاث، لذلك تم تأجيل المادة 37 وكذلك المادة 52 المتعلقة بكركوك، لكن مجلس النواب ذهب إلى استكمال التصويت فيما عدا ذلك فيما يتعلق بقضية دمج الانتخابات وفيما يتعلق بالعقوبات الجنائية وفيما يتعلق بالقضايا الدعائية ضمن هذا القانون. كما نصت المواد المصوت عليها ضمن مشروع قانون الانتخابات المحلية على أحقية الكتل بمضاعفة عدد مرشحيها لمقاعد مجالس المحافظات. تصويت مجلس النواب على بعض الفقرات الرئيسة الخلافية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات قد يفتح الباب أمام تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية، وهو ما لوحت به بعض الكتل. من داخل مجلس النواب، محمود فؤاد، الحرة، بغداد.